لطيف مواضيع انت خفيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة سريع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة سريع الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف كل مشاهدينا في كل مكان نتمنى تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا معانا النهارده في أربعة شارع شريف. النهارده ليله الكريسماس، اقول لكل مسيحيين مصر اللي بيحتفلوا النهارده بالكريسماس كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم في احسن حال. احنا عندنا عيد الكريسماس او النهارده ليله الكريسماس، الاسبوع الجاي عندنا ليله راس السنه، الاسبوع اللي بعديه عندنا عيد الميلاد المجيد لاقباط مصر والمصريين، فكل سنه وكل الدنيا بخير وسلام ومحبه وفي احسن حال. النهارده الشارع هنا فيه بنات وسيدات حلوين لزاز عاملين حاجات حلوه وهنقضي مع بعض وقت لذيذ ان شاء الله. النهارده عندنا كمان اكلات حلوه قوي في ليله الكريسماس مع دعاء اهلا. ازيك يا دودو؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اللي بروبرو النهارده لطيف قوي. انت عارفني. عاملين ايه النهارده؟ عاملين النهارده بيس فراخ بالصوص البني والصويا صوص، وعاملين كونز او قراطيس بالجبنه. قراطيس بالجبنه، حلو قراطيس الجبنه، منوره كالعاده. اهلا بيكي. بعد ما نخلص مع دعاء العطار عندنا استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب بعد كده، وزي كل يوم سبت ميس ما مدحت. اهلا. نسمة، ازيك يا نسمة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله منوره كالعاده يا حياتي. مش معقوله حلاوتك دي، مش معقوله تعبتك دي حبيبي. بابا نويل فوقيكي بالباراشوت حاجه ما حصلتش. انا حابه قوي. هيحدف عليكي هدايا دلوقتي. انا مستنيه دي المفاجاه بتاعتك. منوره كالعاده حبيبي. اهلا بيكي. وبعد ما نخلص مع نسمة عندنا النهارده مصممه ازياء، طبعا شهادتي مجروحه فيها تماما، بتعمل شغل حلو كل مره بتيجي تبهرني، وبكون سعيد الحظ ان في اي مناسبه كبيره او في اي برنامج كبير بكون ضيف فيه بكون لابس منها، وبتبقى عامله لي جاكيتات غايه في الرقي، ولما بسافر بره احضر اي برضو مناسبه كبيره بكون لابس من عندها. والنهارده هنشوف كولكشن الخاصه بيها للكريسماس ولراس السنه وللاعياد اللي احنا فيها. تحيه كبيره قوي قوي للاميره قزام. اهلا.
امير. اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ وحشتني. منورتي اكتر. منوره كالعاده. ربنا يخليك. مرسي. هنشوف ايه النهارده؟ هنشوف كولكشن جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم باذن الله. هتعقدينا كالعاده؟ شويه. انا مستني كولكشن. والفستان الاصفر يتحدث عن نفسه. شفت كده؟ ايوه. بجد. اهلا بيكي. ميرسي يا شريف. مدام في فاشن شو عبد الزايب اكيد ايره واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين في كل مكان. اهلا اهلا يا حلوين. والنهارده اسمها ايه؟ أليكس؟ اسمها ايه؟ أليكسا؟ أليكسا، ازيك يا أليكسا؟ انت منورة. حلوة. حلوة؟ حلوة قوي كمان. وعندنا النهارده فرقتي مزازيكي مع الأندليب حزام حسني. أهلا. اهلا يا اولاد. يا مساء الجمال. عايزين نرقص. يلا بينا. لو سمحت. يلا بينا. رقصونا وغنوا لنا. يلا. ماشي؟ ماشي. جاهز يا مان؟ وطبلوا لنا. نسمع اغنيه وبعد كده فاصل. بعد الفاصل ارجع لكم في الريستوران مع دعاء العطار. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. بصوا بقى في ليله الكريسماس النهارده عاملين حاجات حلوه قوي ولذيذه قوي. وفي ناس انا كل سنه بطلع اشرح القصه دي. في ناس متلخبطه في الاعياد في فتره الاعياد. فالكريسماس هو الاحتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام في اوروبا الغرب في الفاتيكان وفي الغرب. النهارده الاحتفال بمولد السيد المسيح. بعد كده السبت بقى الجاي ليلة راس السنة اللي هو بننهي سنة وبنستقبل سنة السنة الميلادية. السبت اللي بقى اللي بعدي اللي هو 7 يناير اللي هو الاحتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام في الكنيسة القبطية في مصر. في مصر وللبلاد التابعين للكنيسة القبطية. عشان بيبقى في يعني في ناس يقولوا على ليله راس السنه النهارده كريسماس وراس السنه. لا هي مش كريسماس وراس السنه بس. فعشان اللي مش عارف يعرف يعني. طيب انت منوره. ميرسي. ازيك يا استاذه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلوه؟ الحمد لله. ده من البلد اللي كنت فيها قريب؟ اه. ما بتشجعيش الصناعه المصريه ليه؟ لا بشجعها طبعا. لا بشجعها طبعا. بعد كده هلبسكم. على فكره بره بيبقى مكتوب صنع في مصر. في مصر. اه ده حقيقي. اه. وانا في حاجه ما بسافر بره بجيبها هي مصنوعه في مصر
بس ما بتنزلش في مصر. أيوة للاسف في حاجات فبضطر اجيبها من بره وبيبقى كلي فخر. ايوه طبعا. أوه. وتمسكها كده اللي هو فابريك. مبسوط جدا. طيب النهارده السفره تجنن. ميرسي. ايه ده؟ دي دبابيس فراخ معموله بالصوص البني والصويا صوص. صوص البني لو ديمي جلاس يعني. ديمي جلاس. ديمي جلاس حلوين قوي قوي قوي. القراطيس دي ايه؟ دي بالعيش اللي هو اللبناني الخفيف او الشامي الخفيف، بنعمله زي شكل القرطاس، هنعمله مع بعض ونحشيه بقى جبن. حلوه قوي ومش مكلفه خالص، اهم حاجه عندي. تبتدي بالدبابيس. يلا الدبابيس يا اولاد. نص كيلو دبابيس فراخ، وللتتبيله هنحتاج 4 معالق كبيره زيت، وربع كوبايه صويا صوص، معلقه كبيره بصل باودر، ونص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه صغيره ريحان، نص معلقه صغيره روزماري، واتنين معلقه عسل ابيض. للصوص هنحتاج 2 معلقة كبيرة دقيق أبيض، 3 معلقة كبيرة صوص بني باودر، وكوباية لبن، و2 معلقة كبيرة صويا صوص، وملح وفلفل. طيب نتبل. هننزل بالعسل والصويا صوص، ممكن شوية زيت. وادي الزيت كده، شويه ملح. وادي الملح. انا نزلت بالعسل والزيت والصويا صوص والبصل الباودر والزعتر والريحان والروزماري اهو. نقلب كل ده وننزل بالفراخ بتاعتنا فيها اهي. راح يتحمروا؟ هنحمرهم هنا لغايه لما نعمل الصوص اللي هو هنحطه فوقها. هي تتحمر بس تاخد كده ايه صدمه كده على النار بس. اوكي اهي نقلبهم، وممكن نقعدهم في التتبيله طبعا، كل ما بتقعد انتوا عارفين الفراخ بتكون احسن. تاخدهم انت تحمرهم وانا اعمل الصوص. يلا وادي الدبابيس هنحمرها يا اولاد. نحط هنا شويه زيت. تتبيله حلوه قوي اللي انت عاملاها دي الصراحه. الجديده للدبابيس ان هي مش دايما الخلطه دي بتبقى شويه مع اللحمه. هي خلطه اسيوي شويه مش كده؟ لا مش قوي. مش اسيوي؟ مش قوي. لا كده انا نزلت هنا بشويه. عملت انت بتعملي ايه؟ شويه زيت او شويه سمنه او شويه زبده، اي ماده دهنيه، ومعاها معلقتين دقيق اللي احنا قلنا عليهم، والديمي جلاس اللي هو بودرة بني باودر. وهننزل ممكن الصويا صوص واللبن اهو واللبن. نقلب. اوكي شيء عظيم. شوية فلفل اسود وشوية ملح. دي بتخش الفرن بس كده. هنطلع بقى الدبابيس بس تتحمر، وهنحط عليها الصوص ده وندخلها الفرن. هنحط عليها الفرن؟ الصوص تحطيه على النار ولا على صينيه الفرن؟ لا في صينيه الفرن اهو. الصوص بتاعنا اتعمل اهو. طب يبقى تقيل كده؟ لا انا هخففه دلوقتي، بس انا شلته عشان ما يتقلش. هتخففيه بايه؟ باللبن. اوكي هنحط له لبن. عايز يخف عشان يخف شويه بس كده. ممكن نخليه بس كده لغايه ما نلف عشان نشوف لو احتاج تاني. ماشي. الحته حلوه في شخص. لا ما تفرقعيش في وشنا ابدا خالص. ازعل مني كده بيه في الفراخ ارجوكي. خلاص كده؟ اشيلها؟ لا ممكن تبقى اكتر لغايه اما ايه. عايز هتحطي ده عليها هنا؟ نطلع الدبابيس في الصينيه. اطلعها؟ ماشي. وخلصنا الفص بتاعنا. السمكه بتاعته اهي ولسه هيخف كمان. خلاص كده اهي الدبابيس المفروض ان احنا بنسويها تقريبا بنسبه 60-70% على. بس اقول لك ايه، انت ثانيه واحده، انا ما تحطيهاش، هجيب لك حاجه غويطه. طيب لان دي مش هتنفع، دي هتعمل لنا مشكله.
احلى. صح كده؟ تحطي الصوص كله براحتك. يلا بينا. وادي الصوص بتاعنا وتخش الفرن. هتخش الفرن تاخد تشويحه سريعه. يا دوبك تتشرب بس من بعضها كده. بس كده. سهله جدا. اهي. طعمها مختلف. بصوا اهي. دخلها الفرن. بس تستوي براحتك. يا دوبك تتشرب من بعضها. اوكي. عملتي ايه بقى كده الفراخ؟ عملنا الفراخ بعد ما نخلص الفصل هنرجع للكونز بتاعت الجبنه او قراطيس الجبنه. القراطيس الجبنه صح؟ قراطيس جبنه. اوكي. قراطيس الجبنه هنعملها لكم، بس خلونا ايه نسمع دلوقتي حاجه بقى لست ام كلثوم معانا العبقري بتاعنا. شوفوا بقى لما العندليب بتاعنا استاذ حسام حسني يغني كده كوبليه من اغاني العظيمه ست ام كلثوم ليله الكريسماس. يا سلام بقى يا مسهرني. نسمع كوبليه منها وبعد كده فاصل ونرجع بعديه نعمل الحاجات الحلوه مع دعاء. خليكم على سمحتوا مزيكا. مخطرتش على بالك يوم تسأل عني، مخطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي بيجا فيها النوم، النوم يا مسهرني. أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوالك، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله، أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلب علي، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية، أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلب علي، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، عيني ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ظنون. لعنيا بيغواها النوم ولا بخطر على بالك يوم، لعنيا بيغواها النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني. يا مصغر أوبا. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. الله 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 على الأكلات الحلوة اللي عاملينها النهاردة في ليلة الكريسماس، وأكلات بسيطة ومش مكلفة، ودي أهم حاجة. قبل الفصل عملتي إيه يا دعاء؟ عملنا دبابيس الفراخ بالصوص البني والصويا صوص. لما طلعت فوق عند الفرقة بيقولوا لي التتبيلة ريحتها تجنن، فهتهدي لهم الطبق ده لو سمحت. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل بقى الكونز أو القراطيس بالمحشية الجبنة. بالعيش الشاهين الحلو بتاعنا، اتفضلي. هنحتاج خبز خبز قوي بصراحة.
خبز لبناني صغير وكوبايه جبنه بيضة ونص كوبايه جبنه رومي مبشور ونص كوبايه جبنه شيدر مبشوره ونص كوبايه شبت، وللقلي هيحتاج زيت. يلا اضحكي عليا. يلا. طيب ممكن ان تخلط لي الجبنه دي والجبنه دي لغايه لما انا نشوف هنعمل العيش ازاي؟ اوكي. طيب العيش اهو. هاتوا ايد، هاتوا ايد دعاء. هنقسم مع بعض؟ اه لو سمحت. ممكن نحشي اي حاجه اللي احنا يعني اللي موجود عندنا. طيب تعالى نشوف هنحشي نعمل هنا ازاي. هنجيب الحرف ده هنا كده اهو. اهو. ونجيب خلة سلام. أوكي. ممكن نحطه في الفرن بس مش العيش مش هيقرمش الدرجه اللي احنا عايزينها، واحنا لو حطيناه زي ما هو كده في الزيت هتلاقيه لمم على بعضه. طب نعمل ايه؟ ورقه فول صغيره كده او ورقه زبده. او ورقه زبده اي حاجه. هو يستحسن زبده عشان الفويل انت عارفه مش احسن حاجه يعني. اه نعمله كده وننزله في الزيت. اوكي تعالى نعمل واحده كده اهي اهي. ويطلع من الزيت نحشيه ده بس كده؟ لا بتخيم جد. اه بس بعد ما بنحشيه بنغطسه بقى في شبت، نغطسه في مع شويه زيتون شويه فلفل ملون. دي بقى ايه كل واحد وبيحب طعم ايه اكتر. زي كده. لا 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 اهي. خلاص خلاص انت معاكي جاهز؟ اه معانا جاهز اهو اهو. هنجيبه هيطلع كده. هنجيب الجبنه بتاعتنا هنعمل كده. في السلزونات حاجه شبه كده. اه بس بتتعمل بالملفي بالظبط، فاحنا ايه عملناها اقتصاديه وتبقى طعمها حلو برضو اهي. نغطسها في الشبت بس كده اهي. اه استني اجيب لك طبق بقى تاني نقدم فيه. عايز اجيب لك حاجه كريسماس. يور استني. انت عندك كم واحده؟ زي ما انت عايز. طب اعملي واحد اتنين كمان كده عشان ممكن نحطهم من عندك فيهم كيت. ما تعمليه الاول اعملي طيب. الاول اهو وسريعه جدا. وبالعيش الشامي لا بقى كلفنا وجبنا مش عارف مين ولا اي حاجه. اوكي اهو اعملي الثالثه كده. الله حلو خالص بس كده في الشبت. شبت بقى زيتون فلفل ملون المتاح عندنا بس كده. ايوه اهو شفتوا الحلاوه اهو. جميل احكي لهم كده اهي. بص حلو قوي حلو قوي قوي قوي. احكي لنا كده عملتي النهارده بقى. عملنا النهارده دبابيس الفراخ بالصوص البني والديمي جلاس. وعملنا القراطيس بتاعت الجبنه وطلع حطينا عليها من فوق شويه شبت. شكرا دعاء شرفتي نورتي كالعاده. ميرسي ليكي انت اهلا بيكي. طيب خلونا دلوقتي نسمع انا اهو وانت اهو وبعديها وبعديها نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على سماحته. مزيكا انا اهو وانت اهو والزمان اهو بينا اهو. انا اهو وانت اهو والزمان اهو بينا اهو. اما سهرتك يا غالي اما دوبتك ليالي. اما سهرتك ليالي اما دوبتك يا غالي. اما خليتك تلالي اما خليتك تلالي وتشتكي من ده وده. هو انا هو وانت هو انا هو وانت هو انا
وحبك عنك زي ما بكت عيوني، لا افكر فيك ولا حبك عليك لو حتى الناس لابوني. اما سهرتك ليالي، اما دوبتك يا غالي، اما سهرتك ليالي، اما دوبتك يا غالي، اما خليتك تلالي، اما خليتك تلالي وتشتكي من ده وده. هو انا هو وانت هو انا هو وانت هو انا 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 هو انا هو وانت هو انا هو وانت هو انا 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 هو. هوبا يا سلام يا اولاد، نسمة مدحت موجودة عندنا يا اولاد في ليلة كريسمس. اهلا اهلا، عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ حلوة؟ انا حلوة الحمد لله. لازم اهنيكي على الكولية اللي انت لابساها، فظيعة خطير، حلوة قوي خطير. بشكر جدا جدا سارة صاحبة براند ازياد، هي اللي عاملاه. ما هي بتعمل حاجات كلها بالقماشه، بتعمل الاكسسوارز كلها بحاجات القماشه، تجنن. وعامله حلقان فظيعه. هي كانت لابسه الحلقه بس الكاميرا ما استحملتوش، الكاميرا ما حبتوش يعني. مش ما حبتوش، لا حبيته كتير. بس كان كتير عشان كتير. مش عارفه مع اذواق الكريسماس كان نفسي اوريه لكم، بس مش عارفه انا وديته فين. لا حلوه، انا عايزها تيجي لنا البرنامج، اعزميها. شكرا. هي اصلا يعني عماله تقول لي انا بس عايزه شريف يشوف شغلي. حلوه قوي قوي بجد قوي. اول ما دخلت قلت لها على طول. ايوه ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انت كويسه؟ انا حلوه بنتك الحمد حلوه الحمد لله، كله كله جميل. يديك الصحه يا رب والسبت. يا رب يا رب لينا كلنا يا رب يا رب. وانت من الحاجات الحلوه اللي حصلت لنا هنا في 14 شريف في 2022، ان شاء الله تبقي دايما مستمره معانا يا رب كل يا رب. السنين الجايه ان شاء الله. ايه بقى النهارده الحكايات والروايات؟ النهارده الحكايات حكايه صغنونه قد كده. ان فاتك الايه؟ فات. لا ما تقوليش، مش عارفه اصلا. الميري اتمرمى في ترابه. ايوه ايه ده؟ الله اكبر. الحمد لله يا رب. بص يا سيدي، ان فاتك الميري اتمرمى في ترابه. ليه؟ حدوتين. اوكي، الحدوته الاولى بتقول ان فاتك الميره اتمرمى في ترابه، والميره كان مقصود بيه القمح. الحدوته بترجع لايام الاحتلال الروماني او الدوله الرومانيه لما كانت موجوده في مصر، وكانوا بيخلوا الفلاحين المصريين يزرعوا القمح ويتشون كله. بيسرقوه بقى؟ لا 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 طبعا بيسرقوه طبعا. بيسرقوا الرومان مش المصريين طبعا. الرومان كانوا بياخدوا القمح، وممنوع ان الفلاحين المصريين ياخدوا من شغلهم ومن زرعهم، ممنوع ان هم ياخدوا من القمح. فكانوا بيتشون كله في صوامع كبيره من التراب، وبيتحط القمح لحد ما كله يروح على فين؟ الامبراطوريه الرومانيه بالظبط. والفلاحين يا عيني حبايب الغلابه اللي زرعوا وتعبوا في القمح ما يلاقوهوش، فكانت متداوله ما بينهم ان فاتك الميره اتمرمى في ترابه، يعني ان فاتك القمح دور في التراب بتاع الصوامع يمكن تلاقي قمح تاخده معاك في البيت. كانت حاجه يعني طبعا. يعني مين احتلال عدى علينا ما كانش قاسي؟ ده كله، ما هو الاحتلال يعني ايه؟ يعني انت في حاله ضعف، جاي ياخد خيرك من اول الهكسوس. طبعا جاي ياخد خيرك، وجاي ياخد اللي عندك، وجاي يستعبد اهل البلد. هو بيسرقك، هو جاي طبعا. هو احتلال يعني ايه؟ يعني دوله قررت تسرق دوله بس، فهو حرامي. فاحنا ما شاء الله عدى علينا، ما فيش حد تقريبا ما عداش علينا واخد من خيرنا واخد من حاجتنا. الكلمه بتاعت بقى ان فاتك الميره اتمرمى في ترابه اتحورت على مدار السنين وبقت الميري، وليها اصل تاني. اصلها في اللغه المصريه القديمه كلمه امير وكلمه ميري اصلهم اميرا، واميرا بتعني صاحب السلطان او صاحب النفوذ او الشخص اللي عنده نفوذ معين يعني، فاسمها اميرا، اللي برضو اتحورت وبقت منها الميري وبقى منها الامير، واللي احنا ربطناها بقى في الفتره اللي كان فيها اهم شغل في الحياه هو الشغل الميري، ولازم تشتغل الشغل الميري، فاحنا ربطناها بالحاجه الاساسيه اللي هي القمح،
والحاجة التانية اللي هي صاحب النفوذ بالحكومة بالشغل الأساسي اللي الناس بتشتغله علشان دي حاجة ثابتة وحاجة مضمونة. فبقت إن فاتك الميري، إن فاتك الميري اتمرمغ في تراب. أوكي اللي بعده. ستي نوجة قالت لي إيه بقى؟ قالت لي حاجات كتير قوي. الله يرحمها والله العظيم، الله يرحمها يا رب. قالت لك إيه بقى؟ حرامي واسمه أمين. إيه ده؟ أول مرة أسمع حد. لا احنا بقى خلينا بقى نتفق على حاجه مهمه. والله انت قلت حاجه لذيذه جدا، عشان في ناس كتير لما بحط الامثال او بنزلها بمستغربين يقولوا لي هو ده مثل، هو ده حاجه بتتقال. بصوا الامثال مش كلها اللي هو وعلى راي المثل مش عارفه ايه في ايه، لا مش شرط خالص. في حكم، في لا في حكم، وفي دعاوي، وفي طريقه كلام متداوله، وفي جمل كامله بتتقال في مواقف معينه. ما هو الموروث زي ما اتفقنا الحاجه اللي اتقالت في موقف معين تم توارثها بين الاجيال، وبالتالي بقت موروث شعبي، وبالتالي دخلت في تحت موسوعة الأمثال الشعبية. ممكن تتحور لحاجة تانية خالص. كتير بتتحور وبيطلع عكسها. يعني زي الفتك الميرة اتمرمك في ترابون اتحورت. يو لا اتحورت دي انا هعمل لك حلقة على الحاجات اللي اتحورت هتتبسط. في حاجات كتيرة أصلها طلع حاجة تانية أصلاً. مالهاش علاقة بالموضوع. هنا بقى بيقول لك إيه، حرامي واسمه أمين. ده بنقوله إمتى؟ دي جملة بنقولها على طول لما يبقى حد هو عامل لك فيها إنه هو يعني فاهم؟ ومتدين وبيعمل الصح ومش وهو اصلا حرامي. يا ساتر. تقول لك حرامي واسمه امين، شوف التناقض بشع، بس عكس بعض. فدي بتتقال لما تلاقي حد بقى بص بقى هيجي يعمل لنا فيها مش وهو اصلا حرامي. طبعا نصاب. يقول لك حرامي اسمه امين. اللي بعده، اللي بعده بقى ايه، لذيذ قوي، بسيط قوي لما لقيته. بيقدها بيقول ايه، تجيب المصيبه وتقول لها اتفضلي قهوه. اه دي اللي هي بتعمل ايه؟ دي اللي هي الناس اللي هي انا فهمت قصدك بس مش عارفه يعني. ايوه أفهم. يعني عارف انا مثلا يقول لك ايه، يعني ده كل ما يروح يعمل حاجه يطلع له مصيبه فيها، فيقول لك ايه، تجيب المصيبه وتقول لها اتفضلي قهوه. اه اللي هي بتعزم المصيبه عادي بقى، يعني مفيش حاجه فاهم. وبعدين حاله من التصالح النفسي مع المصايب، يعني شوفي انت جايه منين وانا تمام. خلي بالك في مرحله معينه الناس ممكن بتوصل لها انه بجد من كتر ما الحاجات بتحصل فلو يلا على خيرة الله. انا ساعات بيحصل لي ده على فكره. طبعا كلنا من كتر ما فجاه تلاقي الحاجات، ما هي يعني بعدها بقى ممكن هما يلاقي لك ايه، مدقت لما فرجت، لان هي الحاجات فجاه بتتقفل عشان ربنا يفرجها لك، فتحس بالفرق قد ايه. الفرج منك يا رب. طبعا طبعا طول الوقت. اقول لك واحد بقى من المغرب العربي. يا سلام، هتقوليها باللغه المغربيه؟ اتفضلي هحاول افهم. جميله بتحبه قوي المثل ده. بص يا سيدي بيقول ايه بقى، الزين مع الزين يجيبوا الذهب الخالص، والزين مع الشين يجيبوا فرخ الطاووس، والشين مع الشين يجيبوا الخنافس. الشين مع الشين دي، بص بقى المثل ده بيتقال على ايه. المثل ده بيتقال على الابهات والامهات، انه الولاد بيطلعوا زي الاب والام، فيقول لك الزين مع الزين يجيبوا الذهب الخالص. الاب الكويس والام الكويسه يجيبوا ايه، ذهب الخالص ولادهم، يعني تلاقيهم ايه، مش شرط. هو مش شرط، بس ما هي الامثال لازم بتبقى بتعبر عن مجموعه او فئه كبيره. اللي مش شرط ده بيبقى الخارج عن القاعده. والزين مع الشين يجيبوا فرخ الطاووس، زي الطاووس يعني بيتباهى بجماله وبيبقى فيه حلو لانه فيه موازنه. والشين مع الشين يجيبوا الخنافس. الوحش مع الوحش بكبر. باي باي كمبور. عارف البكابور؟ اللي بيطلع الميه بتاع المجاري. صح؟ صح؟ في ناس مش بتبقى فاهمه لا ايوه لا ناصحه ناصحه. شوفي النهارده قاعد هادي ازاي؟ انت ملاحظه؟ انا مبسوطه منك قوي. اخر السنه وتعبان. ما انا حاسه ان انت مرهق، هو انت مش عشان حاجه يعني، مش عشان انت سايبني بس انت مرهق. هفوق لها دلوقتي. مش قادر يعني مش قادر تعمل بس الحمد لله. اللي بعده. خليك. اللي بعده بقى بيقول ايه؟ الطماع لا يشبع ولو اكل فيل. ولا يرتوي ولو شرب النيل. ده بجد على فكره. والله ده كتير. ده الطماعين دول بقى ما شاء الله عليهم بجد، يعني انا بنبهر يا بهير. وبعدين بيبقى فيه بقى استحقاقيه. اللي هو عادي حقي بتاعي ايه. لا بس برافو يعني انا بالنسبه لي بوزي كده قوي. لا بس برافو يعني. طبعا ده واضح ان في ناس كده كتيره كتيره جدا. وعلى فكره
بيوصلوا للي هم عايزينه وبيعملوا اللي هم عايزينه و عادي بساعة صدر مش عايزه اقول لك. وبيتعاملوا معاك بقى ان انت اللي غريب، ده انت غريب قوي، انت بني ادم ايه ده؟ خش على اللي بعده. ده انت غريب قوي صحيح. بص بقى ده لذيذ قوي كمان. قالوا للدبه طرزي، قالت لهم دي خفه ايادي. يعني ايه ده؟ بص قالوا للدبه طرزي، لما شغل التطريز لا عيب بقى، عارف. عيب ده انت، ده انت عمال تقول لي بقى وفطري وكده و دانتلو جيفير وتعيد لي في اعصابي مع كل الحاجات. فلا ما تقوليش. فطرزي هم قالوا للدبه هي اللي هتطرز. فطبعا التطريز بيحتاج ايه؟ صوابع رفيعه وتقعد بقى ايه، تبقى تعمل حاجات دقيقه جدا وصغنونه جدا وتدخل دي في دي. دبه يعني ازاي صوابع الدبه هتطرز؟ اوكي. فده بيتقال امتى؟ لما انت مثلا بتقول لحد انا دي مش شغلانتي خالص. انت تيجي تقول لي دلوقتي يا نسمه تعالي اشتغلي دكتوره، مش بتاعتي اعملها ازاي؟ اوكي. مش بتاعتي ومش حتتي ومش حاجه تخصني، فانا مش هقدر اعملها. فالمثل ده بيتقال في للناس او في المواقف اللي هي حاجه هم غير مؤهلين ان هم يعملوها وبتطلب منهم، فيقوموا قايلين ايه؟ ايه بقى؟ قالوا للدبه طرازي، قالت لهم طرازي، قالت لهم ليه تحفظ مثلا؟ عمري ما بحفظ، مش عارف غير مثل واحد اصلا. دي خفه ايادي. ايوه اللي انت قلتيها دي خفه ايادي. خشينا على اخر واحد. ماشي. لذيذ قوي بقى، بس انا مبسوطه قوي بجيبهم ومبسوطه بيهم بجد يا جماعه، الموضوع غريب جدا. تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. دي اللي هي ايه؟ مين تيتي تيتي دي؟ اول مره اسمع حاجه تيتي 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 تيتي. فردت شعب الدولة وشعب اوعى لو هتقول ده سؤال صعب صعب صعب. بابا بارا مهما دي كانت في الفوازير بتاعت استاذه شريهان. لا حول العالم يلا نطير على طيارتها وهوازير. تيتي تيتي فردت كعب الدولة وشعب اوعى اوعى تقولوا ده سؤال صعب صعب. شفتي؟ هي دي تيتي؟ هي تيتي بتاعتي واحدة تانية على فكرة. كان في ملكة اسمها تيتي. كان في ايه؟ ملكة اسمها تيتي، ملكة فرعونية. طبعا. مين تيتي؟ لا بس تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. بص هنحكي حدوتة المثل الحلقة اللي جاية. بس انا هقول لك دلوقتي المثل بيتقال امتى. يلا. المثل بيتقال امتى؟ لما مثلا انت هتبقى رايح تقضي مصلحة معينة وعندك اماني وطموحات ان انت هتخلصها والدنيا هتظبط معاك وبتاع، وحاطط بقى انه بعد ما دي تخلص هنعمل كذا وكذا وكذا، فانت زي ما رحت زي ما جيت يعني فله. فيقول لك ايه؟ تيتي تيتي تي تي زي ما رحتي زي ما جيت. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. انت جميله حبيبي، اشوفك بقى السنه الجايه ان شاء الله. شرفتي ونورتي حبيبي. خلينا نسمع اغنيه دلوقتي بهيه بصوت حسام حسني، بعد كده نرجع لكم مع أميرة قزامل ونشوف فاشن شو أكثر من رائع في ليلة الكريسماس. يلا بينا مزيكا. بهية ظالمين بني، بهية ظلموا البنية يا عيني. وكل الحكاية كل الحكاية عيون بغية. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف.
لما نقول الرقي مع الخامات المختلفة مع القصات والفينيشنج والتصميمات الصعبة، يبقى أكيد بنقول أميرة قزامل. يعني هعيط والله. ميرسي يا شريف بجد، ميرسي. إيه ده؟ إيه رأيك؟ بصي طبعا أنت عارفة اهتمامي بالصناعة المصرية. أكيد طبعا. أمل حياتي وحلمي ان اشوفك انت بجد وبعض المصممين التانيين في باريس فاشن ويك ان شاء الله، في دبي فاشن ويك، في ميلانو فاشن ويك. عايز اشوف الكواليتي دي او الجوده دي من الانتاج المصري في العالم. يا رب ان شاء الله. ميرسي طبعا لكلامك الحلو ده، هعيط والله هعيط بجد. انت شايف الحاجه بالحلاوه دي، ويا رب ان شاء الله. هو يا رب. مش شايفه الحاجه بالحلاوه دي؟ والله انت اللي عينيك حلوه بجد. لا لا لا. لا يعني كل مره يعني بنتقدم الحمد لله. وبقالي كتير بقول لك الكلام ده، الحاجات دي مستوى عالمي. هو الحمد لله يا شريف، انا يعني اكتر حاجه بهتم بيها بصراحه حوار الفينيشنج ده مهم بالنسبه لي جدا، وده الحمد لله اللي حاططنا في حته كده معينه. انا ببسط لما الناس تقولي احنا عارفين الفينيش بتاعك حلو، يعني الحته دي ببقى مهتمه بيها جدا مع تصميمات طبعا المختلفه وكل حاجه، بس الفينيشنج ده بحس ان هو اهم حاجه تخلي البيس كده اللي لابساها مرتاحه واللي شايفها كمان مرتاحه. صحيح صحيح. تعالي بقى ايه هقول لك على حاجه. قول يلا. دلوقتي كل ما حد يشوفني ايوه يقول لي اميره قزامل بتلبسك وبتعمل لك بدله عيد ميلادي اللي قلبت الدنيا. كانت خطيره. والسنه اللي فاتت في احتفاليه قادرون باختلاف قدام سياده الرئيس كنت لابس من عندك، مع صاحبه السعاده مرتين طلعت لابس من عندك. فكله عمال يقول لي في صحابي بقى والشباب والرجاله فين الكولكشن الرجالي يا اميره قريب يا قزامل؟ خلاص ان شاء الله. ما احنا ما انت عارف ان احنا قريب. ما انا عارف. رجالي وحريمي الاثنين كاجوال بقى. عايزين ان شاء الله باذن الله. لا خلاص، عشان ما نزعلش اي حد، عشان الناس فعلا زعلانه. لا لا خلاص قريب باذن الله ان شاء أرجوك. الله. لا 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 ما تقلقش ان شاء الله. التول اللي انت لعبه بيه جامد قوي. اه. في كلمه دايما الزباين بيقولوها، فستان تول لا هيبقى فقير، مين اللي قال كده؟ فدايما انا بحب انفي الفكره دي، احنا ممكن من الفستان التول نعمل حاجه خطيره من القماشه التول. على فكره انا بفهم شويه في التفصيل. التل من اصعب الاقمشه في الخياطه طبعا، وفي القص، وانك تعملي بيه درابي طبعا، وتعملي بيه حاجات موديلات معقده. مظبوط. ولو رجعنا للبيوت الازياء العالميه الكلاسيكيه زي ايف سان لوران وكريستيان ديور وشيرير وجوان، دول كانوا بيستخدموا فالنتينو. أيوة أيوة التل مزبوط. حاجه رئيسيه، حاجه اساسيه، مش حاجه مثلا ممكن نستبعدها. ده حاجه اساسيه، ده من كلاسيكيات بالظبط الفن التصميم مظبوط في العالم. هو من الحاجات الصعبه، يعني مثلا الدرابنج بالتول ده من الحاجات الصعبه جدا حاجة. انك تعمله فينيشنج مظبوط ويطلع نظيف ومريح للعين، من الحاجات الصعبه جدا. في ناس كتير تقول يعني لا هو لا عشان مش هيطلع حلو، مش عشان هو وحش. طب انا بقى لفت نظري حاجه، هو انت التول ده جايباه وصبغاه ولا هو ده لونه؟ في حاجات بنصبغها وفي حاجات بنشتريها عادي. انا شايف اول مره اشوف الالوان دي من التول. اه الالوان دي هي الكولكشن دي اسمها اوراق الخريف. الكولكشن كلها الوان الخريف اصلا. اه اوكي. فطبعا ساعات ما كنت بعمل كولكشن دي بجهز لها من السنه اللي فاتت، ما كانش في اصلا الالوان دي، ما كانتش موضه. اه. ففعلا في الوان كتير جدا عذبتنا، ففي حاجات صبغناها فعلا. يعني درجات الاصفر ودرجات الازرق والاخضر دي ما كانتش موجوده خالص. اوكي. طيب تعالي نشوف فاصل. يلا بينا. نرجع نمتع عينينا ببقيه الكولكشن. فاصل ارجع لكم، خليكم على صح.
أميرة خزامل النهاردة منورة بكولكشن فخمة فيها الشياكة مع الجراءة مع التمرد مع كل حاجة. الكولكشن دي أنا مش بقالي سنة بس بعمل فيها، أنا بقالي أكتر. واضح. بقالي حبة بعمل فيها. فيها تفاصيل فظيعة. فيها تفاصيل كتير والمود بورد زي ما قلت لك كله كان ورق الشجر، ففي تفاصيل كتير قوي مش باينة حتى في الشو دلوقتي. كلها تطريزات كمان جديدة ومختلفة قوي. عشان كده اخترتي كمان يمكن اللون الأكسيدي برضو في كذا حاجة. بالضبط مظبوط. هي كل ألوان الخريف بس هي اللي داخلة في الكولكشن. طيب خلينا بس نقول أي حد عايز يتواصل مع أميرة خزامل ممكن تتواصل معانا من خلال الفيسبوك والإنستجرام، وبقى على الإنستجرام حتى شوية فساتين أفراح تعقد تتواصلوا معها من خلال السوشيال ميديا الخاصة بيها على فيسبوك وإنستجرام، وممكن توصل الفساتين لاي مكان مش كده؟ وانت بتحبي تقعدي مع الزبونه. احنا حتى ايفن لو حد الشوروم بتاعك طبعا يجنن. مرسي. عامله صالون ما حصلش بصراحه. مرسي. يعني طبعا تنورتني يا شريف بجد والله، انا كنت في قمه سعادتي بجد والله. احنا بنعمل عادي يعني، انا بحب طبعا اشوف الزبونه لازم، فايفن حتى لو هي بره مصر ده بيحصل كتير، احنا بنعمل ميتنج يعني اونلاين، لازم اشوف جسمها اشوف شكلها اشوف هي حابه ايه، اشوف اصلا هي بتتكلم ازاي علشان اعرف هي بتحب ايه، يعني مش كل الناس زي بعض، لون بشرتها هتبقى محجبة ولا بشعرها، الفرح المود بتاعه عامل ازاي، كل ده لازم اشوفها، مش هينفع ان احنا ما نشوفش بعض يعني. أوكي. بس بنتفق على كل حاجة والفستان بيسافر عادي مفيش مشكلة خالص. انت بدأتي في الاول وفتحتي مش في القاهرة، في المنصورة صح؟ دلوقتي انت هنا وهنا؟ هنا وهنا. هنا وهنا. اوكي. خططك ايه؟ احنا يعني داخلين على سنة جديدة كل سنة وانت طيبة. خططك ايه بقى للانتشار اكتر في 2023؟ هو انا اكتر حاجه يعني بركز عليها دلوقتي انت عارف الكولكشن الكاجوال بالنسبه للرجالي وللحريمي ان شاء الله، في كولكشن قريب قوي كاجوال وفي حاجات هتبقى قريب في حاجه كده برضه هنبقى فيها مع بعض باذن الله، هيبقى فيها حاجات حريمي وشويه كده هيبقى الحريمي والرجالي موجودين مع بعض ان شاء الله. اوكي تيجي نشوف اخر جزء. يلا بينا. يلا بينا مزيكا. شيء مشرف وكولكشن غاية في الرقي وفي الروعة مع أميرة خزامل النهاردة كده. شفنا كولكشن الكريسماس، شرفتينا. ميرسي يا شريف بجد والله. ودايما أشوفك على خير وفي نجاح وصناعة مصرية نفتخر بيها. ربنا يخليك. ميرسي. أنا اللي شكرا بجد. ميرسي ليك جدا. شكرا. أتمنى أنكم اتبسطتوا معانا النهاردة في أربعة شارع شريف، وعايز أقول لكل المسيحيين مصر اللي بيحتفلوا النهاردة بالكريسماس كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، ودايما نشوف مصر بلدنا في أحسن حال. نكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. شكرا لكم. باي باي.